ها هو يعاني من الحفريات تحت أساساته ومن محاولات تهويبه ومنع المصلين من الوصول إليه ومنع ترميمه، ويقتحمونه ويدنسونه من قبل جماعات الهيكل الصهيونية وعصابات المستوطنين المجرمين. تحيي رابطة علماء فلسطين وتبارك جهود أبناء شعبنا المقاومين والمجاهدين على وجه التحديد، الذين يذودون عن حمى القدس والمقدسات ويتصدون للانتهاكات بحق حرائر شعبنا المرابطات، وهم يقومون بدورهم كدرع حام للمسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وحرائر شعبنا من أجل استمرار الرباط فيه والتأكيد على عبادة الاعتكاف فيه لإفشال مخططات العدو الغاشم. فنصرة المسجد الأقصى المبارك واجب شرعي على كل قادر.